أهل البيت كلهم الرقص. أخيرا ينبغي أن يحذر الإنسان يا أبنائي من المفسدين، وأعني بالمفسدين الأشخاص الذين يدخلون عليك إما حاقدين، وإما أقوام ربما فشلوا في زواجهم، أو وقعوا ربما في كبائر من مسكرات ومخدرات وأمور جرتهم بعد ذلك إلى أن يكون عندهم نوع من الحقد، فلا يرضى أن تكون أنت سعيدا مع زوجتك ومع أبنائك، لا يريدك أن تكون مثله. وهذا يا جماعة طرف من الأشخاص والأصحاب الذين إذا صاحبوك أفسدوا عليك أمرك، فأنت لا تفضي بسرك إلا إلى من تعلم أنه عاقل حكيم، ولا تلتفت أيضا إلى من يبدأ يعطيك نصائح ربما في التعامل مع الزوجة دون أن يكون هو نفسه قد نجح في التعامل مع زوجته.